أنتم مع الجزء الأخير من هذا البرنامج اللطيف الظريف الخفيف بوجود الترمينيتر طلال مرديني والطوفان. خلاص خلاص يعني خلصت من مسيطرة صرنا بطوفان. حلوة هي عنوان أغنية جديدة. طوفان نعم طوفان. أنا طوفان. طيب عنا أسئلة سريعة بما أني ضيعت أسئلة طلال فحندبر حالنا هلا. لا حندبر حالنا. الله يعينك. طيب 12 سؤال كل سؤال له 3 إجابات بسبع ثواني. نبدأ معك لميس. أغلى 3 أشخاص بحياتك حاليا. أمي وأخواتي الاثنين. يعني خلصوا ثلاثة. أوكي جواب. أمي وأخواتي. طلال لو معك 3 ملايين دولار لمين تعطيهم؟ لي ما بعطيهم لحدا. أوف طبعا. لميس أحلى 3 شغلات بالشهرة. الناس محبة الناس. حلو. لا شو الفرق بين الناس ومحبة الناس؟ إنه محبة الناس الفن نفسه الغنى نفسه أو الشهرة. الشهرة الفن نفسه الشهرة. الشهرة هي أحلى 3 شغلات بالشهرة. طوفان. والله العظيم ما راح يحب. أنت شو أحلى 3 شغلات بالشهرة؟ خلص وقتي. محبة الناس كثير شيء حلو. أنت يعني أحيانا بتكون لك مميزات عن غيرك هذا الشيء نحكيه بصراحة يعني. والثالثه ما عم بتعدوا له وقت. انا لانه ما دخلني انا عم جاوب عن رفيقتي. والثالثه والاهم انه انت بتخليك دؤوب على انك تكون دائما ناجح. عجبتني دؤوب. دؤوب. طيب. لميس 3 احلام نفسك تحققيها. اجتمع انا واخواتي كلنا مره ثانيه و اجيب عم بيوترني هذا الصوت على ماشي. الصوت هذا بيوتر والله حاسه حالي ما تحققت بحياتك. العالمية أكيد هذا حلم لأي فنان. ما تحققت. ما تحققت ساعتي ما صرت عالمي. أنت عفوا أنت فيني كمل. الحلم الثاني أني يكون مرتاح من كل الأمور ماديا عائليا وحتى مهنيا. والحلم الأخير أني موت مرتاح يعني موت مو مرضان يعني كلنا حنموت بالنهاية إن شاء الله. عمر طويل. آمين. 3 أمور ندمت عليها. إني تركت بيت أهلي بعمر صغير. إني تركت الفن فترة طويلة. ثلاث أمور ندمت عليها. أكثر شيء ندمان عليه بحياتي إني كنت بعيد شوي عن أمي لما يعني قبل ما تتوفى. الثانية إنه ندمت صراحة لأني ما فتت بشكل أكاديمي على هي المهنة. هذا البز مشان تسكت. أمرك. لا يعني مش منت علينا يعني خسرت يعني بديش عاملينه الباز اذا ضل قديش عنا يلا. اهم 3 صفات لازم تكون متواجده بالرجل. كريم نعم مع مصاري. فهم ما يكون يعني ما يكون مدلدل على اي. طب اذا نسونجي مع مصاري عادي؟ لا اوكي ما طيب. بحب الرجال الخفيف بحب الرجال الثقيل الرزين هذا. فهمت عليك. طوفان يعني طيب. بيشوف حاله يعني ما بيعرفه اي. 3 صفات لازم تكون متواجده في المراه. الصوت الواطي الهادي الطول والرياضة تكون رياضية. رياضية. هاي رسالة لحدا معين؟ لا. لا كلهم رياضة صارين ما شاء الله كل البنات. عم تكذب على الهواء لك طلع. أعطيني غني مسوي طلع. تكذب. شو يعني الطوفان؟ تكذب على الهواء لك طلع. لا والله والله. لا لا تحرق. لا 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 رياضية وال طبعا رسالة ل طول يعني قصدك رسالة طويلة؟ لميس ولا أسماء. 3 أسماء لا يمكن يمر يوم بدون ما تحكيهم. 3 أسماء شو لحظة؟ ما ممكن يمر يوم بدون ما تحكيهم. أمي أكيد وأخواتي الاثنين. شوفي مين في غيرهم؟ شو بعرف سأليني إلي شو بعرفني أنا شو بعرفني مين في؟ إلي مين في غيرنا؟ شو بعرفني يعني أهلي أكيد. أهلك.